صباح الخير. شوف تبطل الباب شنو تشوف. يا هلا يا هلا يا هلا. يا هلا يا هلا يا هلا. طبعا هذا اليوم اللي بعد اليوم مال الفيديو اللي طاف، اللي هو يوم التجمع، يوم الجمعة. الو، حاليا الساعة 9 وبروح بغيم بس الأليكس على أساس أغيم أمس قبل الغسيل أو بعد الغسيل، بس ماكو وقت. والحين طالع الشمس صبح حر، الوضع راح يكون مختلف عن آخر مرة، يعني حر دبل. لازم عيني تكون على الحرارة دائما. بس زين انه شنو اليوم يمعة وصبح، فالشوارع فاضية يعني، وزين انه شويخ يمنا مو بعيدة وايدة. فالحين بدق بنحاش بسرعة، اطلع على الخط بجرب اصور بالسوبر وايد. قاعد اقول لكم هو الحين مو سوبر وايد. شوف هذا السوبر وايد. طبعا اللي صاير بالأليكس حاليا وايد قاعد يحك من تحت، قبل ما كان يحك. الهيدرز والاكزوز نازلين يعني عن مستوى السيارة شوي، ما ادري هو اي كذي يعني طريقة الأليكس كذي او انا سيارتي فيها غلط، ما ادري. بس اتوقع هو الأليكس يكون كذي، لان نهاية راس الهيدرز هي يعني اللي يمشي عليه باقي الاكزوز. فراس الهيدرز نهايته كذي نازلة شوي. خل اوصل شوي خوريكم بعد شوي. فكل ما طق مطبة او حتى عند صفطة بيتنا، يعني لما بنزل او بصفط، راح تشوفون بعد شوي على راس الهيدرز في ابيض تراب كذي من كثر ما يحك. هذا السوبر وايد مال الكاميرا الجديدة، يعني هي لو على راسي راح يكون الفيو وايد احلى. تقريبا راح يكون كذي كل شيء يبين. باكر بروح اشوف لها عدة، صار لي 3 فيديوهات اسولف عن الكاميرا، معلش بس لان ترى ورا بعض يعني فيديوين امس مصورهم واليوم الثالث اللي هو مال التجمع. بنزين في بنزين في بنزين. هذا اللي قاعد اسويه الحين انتحار. والله انا قطيت نفسي من دور 30 اتوقع. سيارة ما فيها مكيف، والله ترى يقطر وينسم وطالع بدرجة حرارة والله ما ادري كم، بس لابس ابيض يعني صايد الحقنة عشان يعني اطرد شعاع الشمس. لابس معلومات حديثة، هذه معلومات حديثة. شوية بشويخ هم هو يبي يغيم بعد. ايش في هذا؟ صدمني ما صرت بارد. ليش؟ ما صار، انا قلت ما صرت بارد ولا ما صرت حار؟ معلش توني قاعد. الإبرة تحت الواحد، وهو الطبيعي ماله كنا يا واحد يا فوق الواحد بشوي. وا
والله الفيو حلو مال الكاميرا. ضروري والله اشتغل لها ستاند راس. انا يعني احب لما اصور كل شيء يبين ايدي سكان اغلب الفيو هني كل تبن عرفتوا. دائما اسولف وياكم من طلعت فريزنا ليها الشارع بعدين اقول لكم خلنا نوصل الوجهة وارد لكم ما ادري ليش تلاحظون الشغلة هذه ولا لا. ما علينا دام وصلنا عند هالفرعي خلفه بس تذكرت شغلة يمكن ما حد ينتبه لها او يعني راد عليها اصلا بس بقول لكم يا بداية الفيديوهات شوي صايرة غير عن اول يعني حتى بطريقة سلامي صاير مالي خلق. قبل كان فوق ينزل انه فلوق كذا بعدين هذي بعدين تحت هذيل شالوهم من البرنامج اللي انا منتج فيه. الصورة هذه صورة اللوجو اقدر احطها بس الباقي شايلينه. فالحين يا يبالي خطة بديلة بس يحتاج وقت مقاقة عشان يعني امزج عشان اضبط لكم كم ستيكر وفي ستيكر جديد راح اسويه حيل مختصر وكذي سمبل سكيرت بحكم كان وايد ناس مناشبيني يعني على الموضوع. المهم ما علينا خلوني اوصل شويخ وارد لكم. اوه انا لفيت فوق تحت غلط يلا هارد لك زلك 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 المفتاح السكان من يدي عادي. قاعد اصور لكم الحين كاميرا مو السوبر وايد الوايد الوايد العادي في سوبر وايد هذا وايد. ليش قاعد اسوي كذي؟ قاعد اوريكم مواهب الكاميرا. هم لفيت لفه غلط وش اسمه اوريكم شلون شوي كذي هاديه وحلوه الصوب جمعة ماكو احد جود نشوف لنا كذي منظرة تكون يسارنا نوريكم السيارة كهذا هني في عاكس. يا هلا يا هلا يا هلا والله يسوى وايف ناس وايد هذا. شارع الزينة انا تو لفيت لفة غلط هذا شارع الزينة. شوف فضاوة شارع الزينة. انا ادري بتقولوا لي هي اكيد جراجات مسكرة اكيد فاضي. تخيل كذي شارع الزينة كذي مدى الحياة. يا سلام اخ صالح شويع. انا صالح شنت احمد البرجس وين اي واحد هذا هذا ايه. انطر خلا دش يم الجاري طبعا شوي عنده مكيف مقيوله. انا ما عندي مكيف هو بغيم وانا بغيم بعدها نحاشر رد البيت يا بالله تحتر الحلوة هذه زيادة. أنا كنت مغيمة من قبل بس وريتكم أو ما أدري إذا ما شنو الموضوع بس شوف شنو صار هني. لأني نزلت الجامة بنفس اليوم اللي ركبت فيه التغييم ما يصير.
غلط فادح. هذا المحل، هذا الايمولاي مال الصوب، هذا المحل ما ادري على التليم زين مو زين، ما ادري اول مره اقيم عنده. قررت هالفيديو راح يكون هم بروحه، لان راح يصير فيه كذي لقطات تصوير. بنخلص من هني بنروح صوب قهاوي شويخ الداعوس اللي فيه رسومات على الطوفه، كذي بنشكل لنا كم صوره. الزبده طق براسي يغيم لي الاسطابات اللي قدام. انا كنت بطلبهم بس ما طلبت، اجلت الموضوع. فقلت شنو نحط، يعني مثلا شيء بديل مؤقت اللي هو يقول اسود شفاف، ما ادري شنو اسود شفاف، ما فهمت عليه. قلت له تعال هنشوف وين هذا الاسود، تقول اسود هذا هو، يقول اسود شفاف. اذا حطه شلون راح يصير؟ كم هذا يسوي؟ اثنين اسطاب بس مو كافي ها؟ هذا بعد؟ اي كامل كامل. 8 وايد حبيبي. هذا مو والله وايد. مو نفس سوي ديسكاونت. مو كافي بعد. وشنو يعني معه؟ مو كافي بس واحد بس مسكر مع كل جملة. مثل مهرب. يلا سوي سوي. يستاهل. هندلع. الحين بس يخلصون التغييم. والدنيا هذا يقدر شيل؟ هذا من داخل شيل ها؟ شنو شغل المفتاح؟ موجود مفتاح. سوي سوي كذي. شنو شلون شغل؟ مفتاح. ليش مستغرب السيارة؟ يا هذا مني ها؟ قلت له يسوي حلو والله. جينا لايم اون لاين خذينا ماي. قول حلو. تكفى شوف لي الفيو. والله ما راح اتكلم، انت بس شوف. يا كيفي يا كيفي. يلا يلا الحين بسوق انا بتاع صالح والسوق بتاعي. صور سيارته واصور انا الالكس، ودي اشوفه يعني. وبنروح قلت لكم وين بنصور، واحنا اللي مفركشين بس خلنا ندفع ونمشي. بسم الله. طبعا خلصنا سيارة صالح موستنج 2003 حول بادي كوبرا. الأمانة أنا سايق السيارة من قبل بس مو هذه، هذه مالت أحمد صراف إذا تذكرون لما خذيتها مرة وطلعنا طلع التصوير. ما أحب سواقته. وأكثر شيء يحيرني مكان المكيف هذا، ليش هني؟ جماعة ما شاء الله والله الالكس بعد التغييم. انا النية يعني ابي اخليه معتم بس وين المشكلة؟ في رنك كنت ابي اطلبه اساسا حق الالكس، انا ما كنت ترى بركب هذيل. في رنجات كنت بطلبهم بس كانوا اوت اوف ستوك مو متوفرين. اتوقع صالح مو عارف يمشي السيارة اتوقع. يمشي
مو عارف يمشي السيارة. وهم الالكس اذا على نزلة ما يشتغل. هوس وامش هوس وامش هوس وامش. ايوه لا اله الا الله والله مرعب. نزل السايد يا جماعة. والله يعني مو عشان مالي بس جميل. بسم الله. هو في شيء يعاني منه بس ما ادري شنو. لا ما اموره سيفتي اموره سيفتي. وانا اسوق للاكس من داخل احس صوته مو حلو بالمشي يعني بس بالوقفه. بس الحين وانا وراه ما شاء الله حلو. جوزاته من تحت دبتين بارزين بس بدون بايبات. العكفه اللي انا كنت ابيها قلت لكم هذه تنباع او تتفصل راح اسويها ان شاء الله بعدين. قصيت عليه خليته بالحر وانا قاعد هني تكييف براد. اتوقع انه حك وضاق خلق انصدم. الحين واقفه النجدة شوف. سيارتي يا الامير سيارتي يا النجدة. مشارنا الدورية ورب الكعبة انه خوش واحد. كان يبي يخالفنا اثنيننا ونمشي بس الظاهر لانه حر كان يخالف صالح كان يقول لنا امشوا. ايوه هذا الصح. كنت ابيك تسوي كذي من الاول يا شويه. انا ابي يكون يساري ابي اشوف شكل السياره على جنب بصورها من قدام. عرض 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 عرض. خلنا نوصل قهاوي شويخ وارد لكم. وصلنا الحين. هو يعرض بسيارتي وانا اطق المطبات سيده بسيارته. ما دخلك زين ما تحك. جربت الكاميرا اصور فيها بالطول كذي لقطات حق الانستغرام ما شفت. بعد شوي انزل الفيديو واشوف اللي مضايف انستغرام خلي يضيفه عشان يشوف ويانا مواهب الكاميرا. انا ممزج قاعد طالع سياره كانها مو سيارتي. جي جاي لي هالاحساس هذا. قاعد احس كنا ايام قبل كل ما شفت الكس يصير فيني يا اخي ما شاء الله الله يبارك له متى الله يرزقني. بس والله الاكزوز وايد نازل. نسيت تو اصور لكم الاكزوز. الحين خلنا نوصل راح اوريكم شلون الوضع من تحت. مسخره يعني حكه على حكه طقه على طقه. اتوقع يرد ينكسر او يتبطل اللحيم يعني. من وانا هني من
وانا ورا السياره قاعد اشوف الدبتين وايد نازلين، بس انتم هني ما يبين عندكم. شوف حق سمع صوت الاكزوز، المكان هذا مكان تصوير حلو، الاغلب يعرفه يعني، انتشر بالاونه الاخيره اتوقع يعني. الحين لما تشوفون الطواف راح يصير فيكم ايه هذا عرفناه. شوف هذا الداوس، هي هذه الرسمة حبيتها بصور عندها. طفى طفى او خل خل صح صح بصور عند هذه جازت لي صح. خل اوريكم الاكزوز، ماكم شغل بالباب. معلش يعني يقلب الشاشه وياي عشان تشوف. رايك نمشي عند رسمه وتشيك تشيك تشيك لما نخلص. هذه الطوفه من اولها لاخرها كلها رسومات. هذه الطوفه لازم، هذه ضروري. رد لي السياره جيري شوي، رد لي اياها جيري. بس جيري لوين يعني؟ لازم اتخيل الصوره لحظه شلون راح تكون. ودي اخلي وجهه كذي هني علي او ما ادري. رد رد خلينا نشوف. رد 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 بعد بعد بس لا بعد تكه صغيره بس. وين تلفونك؟ تلفونك انت احسن. ايفون 14، انا ايفون 12. دقيقة يا ربع بس نصور ونيكم على الرسمة اللي بعدها او الصورة اللي بعدها، او ضيفوني بالانستغرام وضيفوا صالح وشوفوا الصور بعدين اللي نزلت. يلا صح هذه فكرة حلوة. نسوق حق الانستغرام. هذا كان صالح، راكم شغل بويه. هذا كان صالح. تدري حالاته يكون عصر او على طيحة شمس عشان يخف البرايتنس. تكفى ايش رايك بالبرايتنس؟ قاعدين تكفى ايش رايك؟ والله حالاته الشمس طايحة شوي ويصير اضاءة اخف بالمونتاج اذا لعبت. مو مونتاج، اذا لعبت يعني بالافكتات وايد وشي تختار بالصورة. نخلص الحين ونرد لكم بعدين. للأسف الإضاءة والشمس كلش مو مساعدتني، مع انه يعني اللي قاعد تشوفه عيني وايد احلى من اللي بالصورة. هنشوف هناك شنو فيه بعد زيادة رسمات، لأن هذا بلشت ترتفع حرارته، الشمس ما ترحم. صالح هناك يصور يعني. والله الفيو مع الرسمة بس المشكلة الشمس، الشمس شيء مو طبيعي. تلفونك انا سيارتي. والله لان دشينا مطبات
يعني نوقف ما جاي كيف قهوة. هني هم رسومات ثانية بعد. شيء عجيب، انا وايد احب السوالف. انا ودي اسوي كذي بغرفتي، بس ريحة صبغ وطواء. هذه هم حلوة. حط السيارة كذي، طقها واحدة هني. هذا بس صافط هني خربها. هناك هم فيه بعد، بس حبة كل ما نزدم اوريكم. شوف بالظل، واحطه هني بالظل واصور ممكن تسلك، او يمكن السايد الثاني ظل. صح، خل اقول حق صالح تبي روح السايد الثاني يمكن يكون ظل تصوير احسن. في ظل؟ اي، لان ما ادري والله، يمكن خل نجرب. يلا اروح هناك. البعصة والمشكلة ان حاليا 11، يعني الشمس عمودية يا عزيزي، لا ظل ولا هم يحسنون. اي صور خلص عشان لا اخلي هذا ياكلك الحين. يلا صج على الطبط خلاص، وهذا ارتفعت حرارته بعد. خلاص خلصنا، تبي شيء؟ يلا اشوفك بالليل، مع السلامة. ذكر والله يا جماعة. شوي ايه، هو المشكلة من فوق ليت الدش، فهمت؟ ذكر والله يا جماعة. لحظة شوف، ناسي شيء بسيارته. بعد عطني الماي اللي قدام. ايوه خلنا نبرد على الفوق. الحين في ناس ديسكفر اوفر هيتد، شوف احترت، بس قاعد تصور اذا ما خاب ظني. احترت الكاميرا وقاعد تصور، شوف هذه المميزات. شحنها يطول. اوبا شوف، ان شاء الله يطول الفيديو وتملون بعدين. لهني راح يكون ختام الفيديو دام هذه قاعد تصور. دوس لي لايك وشير وسبسكرايب، واللي بيتحلطم انش عندك طالع بدون تكييف وعليكس طالع فيه بالصيف، مو شغلك. مو شغلك، انا مستانس. حلو يلا ليهني، وشو نقول؟ السلام عليكم.